ايش الزين ذا يا احمد؟ هذه الاضلاع يا رايد. ما شاء الله. شوف. ما شاء الله. هذه الاضلاع ولا اخوك. ما شاء الله. هذه لازم نخليها تحت عشان تستوي اكثر. ومقمر. اهل جدة ما يحبون المقمر. نعم. تيوس محايل ابداع يا احمد. يا اخي تعطي طعم عجيب. لا والله ما مثلها. هذا حنيد الريشي يا اهل جدة. هذا التجهيز لكم، لكم يا اهل جدة. احمد اللحم عندكم دفعتين صح؟ اي نعم. الدفعة الأولى في الظهر والدفعة الثانية تطلع بعد العشاء. بعد العشاء مباشر. لا تتأخروا، اللي يتأخر ممكن ما يلقى شيء. نعم. شوف الحنيد. شوف الحنيد. حنيد الحنيد. تقول لي بهارات ها؟ ما يحتاج بهارات. ساعة و45 دقيقة يكون جاهز. يلا يا أحمد يلا. ما شاء الله عليه حنيد أحمد الريشي. توريهم طراوته يا أحمد. هاي شوف له. شوف له. الحين بطلعه. يا الله يا الله. لا باقي شوف عندنا شيء رهيب، شيء رهيب. بطلعه. ما شاء الله. يا رايد شوف بالله. شوف. يا أخي ذهب. هذا ذهب. هذا شيء رهيب. الله ما يعطي الزبون إلا شيء ذمة وأمان. كلها للزبائن. مرة. يعني كلها للزبائن ما في أحد. المشكلة بعضهم يقولون هذا بس للتصوير. يشهد الله. كيف للتصوير؟ في التصوير وغير التصوير. وبين بينهم الله. مستحيل كيف هذا للتصوير؟ هذا للزبائن يعني هو بيطبخها لمين يعني؟ كل هذا اللي تشوفونه هنا كله.